كوميس جديد، ده الموديل زي بتاع المره اللي فاتت، لكن هذا المره عملنا ليه لي بوتون من التيسيو تاعو بعد ما انه محلو عنا الحوانيت، انا غلفنا ليه لي بوتون وركبناهم. هذا هو الموديل الحقيقي، هيك لازم يجيبوا لي بوتون من التيسيو بعد هكا. هم لي مانش حتى هما فيهم بوتون، لونكولور تاعنا اون فورم، جنبها تحفه ما شاء الله، مبروك على مولاتها. هتقطعي بالصحة إن شاء الله، على قبل كندرة أخرى يا ربي، وتعيدي إن شاء الله وتزيد يا ربي. فريكا هذا الموديل هاك مشيتو المرة اللي فاتت، لكن اليوم الحاجة اللي مبدلة في الموديل إن المرة اللي فاتت خدمنا هنا بالجوهر، حاطين حبيت الجوهر، لكن اليوم عملنا لهم لي بوتون تاعهم، المحل والحوانيت عندنا حوانيت حالة تاعها خدمة، غلفوا لينا لي بوتون وركبناهم ما شاء الله. موديل حلو ياسر ياسر ياسر، يهبل بيرد تاع ستة عيد تاع مناسبة تاع دار تاع كلش، تقدري تبسيه في عيد ولا تروحي تبسيه في دار كيما تحبين. نقول لمولاتو بصحتك ولبهدو بالكندرة الجاية إن شاء الله. هذا هما لي موديل تاع اليوم، ان شاء الله العشيه بعد الفطور كش ما كاين ما غيرش نتمروا لكم. اتولي نانو ترحب بجميع زبائنها، ونقول لكم للاستفسار او الطلب ارجو ترك كومنتير ولا ميساج. وهذا من الدروس كيما نبقى نعاود ونعاود دروس تيلي غوب لي قاعدين هبطوا فيهم كامل، راح تلقوا لي كور تاعهم اي دروس تاعهم في القناه تاعي، قناه نانو على فاش تصميم الازياء على اليوتيوب. عزيزاتي السلام عليكم، موديل جديد هو عبارة على دندورة تاع الصيف ومونطون للعيد، مولاتها راح ديرها للعيد، تيسو لسكاز وبالكالون. واش نسحقو الموديل هذا؟ نسحقو قطعة قماش، نسحقو كالون، نسحقو خيط. وانا عملت انا اصلا في الطبيعه اني قبل ما نعمل باترون على التيسو نعمل لافورم تاع لونكولور على تيسو اخر ولا على باترون اخر، سجيتو على قد المرا واش حابه على قد القياس تاعها. بون راح نبدا على بركه الله. اول حاجه كيما قلت لكم لازم نفرشو التيسو تاعنا بالطريقه اللي عرفنا المره اللي فاتت، كيما قلنا المره اللي فاتت جهه العرض اللي هي متر ونص نطبقوها على 2 باش تولي لينا 75 سنتي. ثم نحضر الميزور تاع الكليون تاعي بعد ما نكون فرشت قماش باش نبدا نرسم لها الباترون تاعها. اول حاجه راح نديرها ان راح نهزو الطول تاع الزبونه تاعنا بالطريقه هذه، ونحطو مثلا بها على حافة الطاولة، نهزوها في الوسط هاك. راح نبدو نترسم بها، بعد راح نبدو الخساج تاعها. حددنا لها طولها وهنا طول تاعها لهنا المسافة هذه، يعني خط الرقبة راح يكون هنا. راح نجو لهنا ونهزو 20 سنتيمتر من هنا ونرسمو خط الرقبة هنا، ثم نحدو 20 راح يكون فيها خط الصدر، 20 راح يكون فيها خط الخصر، 20 راح يكون فيها خط الحوض. ونعاود من الجهة هذه ايضا نحدو 20 تاعنا من هنا الى 60، ثم ننتقل الان الى رسم الخطوط الاساسيه. الخطوط الاساسيه للقنداره اللي هي عباره على خط الصدر، خط الصدر تاعها 28 انا راح نديرو 30 في التيسيو. خط الخصر تاعها 26 راح نديرو انا 28، ديما نزيدو 2 سنتيمتر بالتوسيع لأنو قماش مش بيزو مش بلاستيكي. ثم راح نهبطو إلى خط الخصر اللي هو قلنا
عنا ثلاثة ونص، أنا حنزيد 5 وثلث. ثم راح نرجع للمنسف تاعنا، المنسف خط المنسف أو خط فتحة الكم باللغة العربية. بعد ذلك نتراسي الجوانب، نرسم الجوانب، نوصل خط نقطة نهاية خط الصدر بنقطة نهاية خط الخصر، ونقطة نهاية خط الخصر بنقطة نهاية خط الحوض. ونعين فتحة الرقبة اللي هي راح تكون 8 سنتيمتر وتنزل 2 سنتيمتر. هذه فتحة الرقبة، هذه يعني الأولى، مازلنا ما عملناش الفتحة اللي نسحقها نحن، لكن مبدئيا نديروا الفتحة هذه حتى نعملوا ترانسفورماسيون من بعد كي نكمل، وراح يكون الشكل بالطريقة هذه. خط الصدر، خط الرقبة، خط الصدر، خط الخصر، وخط الحوض، راح يكون الشكل هكذا على الرسم الكاملة. تابعوني. دركا راح نجيو نرسمو لي مونشور. لي مونشور المسافة هذي تتقسم على 3، راح تقولين تبقالينا تقريبا 6 6. كي جو نرسمو لي مونشور، هذا الخط هي الثلث الأول، الثلث الثاني تنزلي فيه مستقيمة، تجي للزاوية هذي وتطلعي تقسم على 2 وتطلعي بزاوية أو بنصف أو قطعة مستقيمة طولها 5 سنتيمتر، باش تجي من بعد من هنا وترسمي لاكور بتاع المنشور تاعك. وهنا في خط الصدر تحولي أو تعملي إسقاط لخط الصدر باثنين سنتيمتر، باش تكون لاكور بتاعك كيما هكا. جماعة هذي الرسم تاع لي مونشور او فتحة الكم، برشا خيطات يغلطوا فيها، هذاك عليه تجي بعد كي خيطوا القنطره تجي من القنطره عاوجه، ولا تجي من القنطره مجبوده مستر كاين اخرى تدلك من هنا وتعمل لك لاكورب غالطه، اخرى تعمل لك خط مستقيم غلط. الثلث الاول والثاني تكون فيه مستقيمه، الثلث الثالث تخرج هنا تعمل الزاويه تاعك وتعطي 2 سنتيمتر، يعني تعمل اسقاط الخط الصدر تاعك لهنا باش تحصل 22 سنتيمتر وترسمي البال كورب بالمونشور تاعك. هكا نكونوا عملنا رسمنا ثاني، رسمنا لافاغ نتاع لاغوب تاعنا من الفوق. دركا راح نعاود دركا راح نروح نرسموها من التحت. هكا نكونوا كملنا رسمنا لي بازمون تاع لاغوب تاعنا لحتى لتحتها نهاية القماش تاعنا، لي هذه كامل لي بازمون تاعنا تلتقي بخط ليونش تاعنا وتطلع إلى غاية خط الصدر تاعنا. دركا راح نقومو بقص قطعة القماش. قصينا الجوان تاعنا، دركا راح نعملو الدو تاعنا، كيفاش راح نديروه؟ بطبيعة الحال راح يكون الجوان هو الباترون الدو تاعنا، راح نحطوه على جانب آخر للقناة. بون هكا نكون حطينا قطعة قماش تاع الجوان، أو الباترون تاع الجوان حطيناه على الخلف تاعنا، يكون هذا الشكل، هذا التيسو من تحت، وهذا الباترون تاعنا فوق منه. بطبيعة الحال الظهر راح يكون عندنا قطعتين باش نخيطوهم من خيط الظهر من الخلف، أنا معظم الكيانات يحبو خياطة في الظهر. دركا راح نتعدى نبدأ نقص الباترون هاذي الآن، تابعو معايا. هكا نكونو قصينا لاغوب تاعنا، معايا شكل تاعها، الرقبة، خط الأكتاف، لي مونشور، خط الصدر تاعنا، خط الخصر، خط الحوض، ولي بازمون
وهذا لوباس على غابتين، هاي فقلطة بالبكوب، هذا الدوفان وهذا الدو قطعتي. دوفان يكون قطعة واحدة من سون كوتور، والدوفان يكون عندي قطعتي نحو الخلف خلطو تبعت الحيل من الخلف. هاهو لاكوب ديالك هنا تكون الغوب اي بازي. ياسر ياسر ياسر. دركا عندنا اون ترانسفورماسيون، دركا عندنا اون ترانسفورماسيون لهنا اللي وريت لكم قبل، قلت لكم عملت لها ستارتاح الساعه سور باترون باش نديروا لها، باسكو راح نحل الدوفون وراح نحل الدوفون نرسم عليه الباترون تاع لونكولور. راكم تشوفوا نحن با لحينا الظهر تاعنا، ها هو دو مورسو، ها هو دو مورسو، عندنا خياطه من الظهر راح تكون من هنا من فتحة الرقبة حتى أسفل القمش تاعنا. وعندنا الأمام، الأمام قلنا راح تكون عندنا ترانسفورماسيون سور لونكولور، يعني لونكولور تاعنا راح نديرو عليها تحويل بسيط شكل جديد اللي هو راح يكون بالطريقة هاي. بون فتحة الرقبة تاعنا المرة الأولى ها هاي، قلنا نديرو 8 سنتيمتر ونهبطو بدو. هذه اي تفصيله في المرايه تعملها كيما هكا وبعد تجري ترانسفورماسيون اللي حبتها انت. راح نجول لهنا نجي راح نجول ترانسفورماسيون. انا سجلتها ديجا سوغ باترون، تجي قلت الكليون تاعي تقدر راح تهزي شابون راح تكون ترانسفورماسيون بالشكل هذا. هاي لونكولور تاعي راح تعبتي من هنا لهنا بكين سنتيمتر، وتعبتي في الكوتي الاخر بدي 7 حتى 19 سنتيمتر، وبعد تجي ما بيناتهم وترسمي اون كورب هكا باش تعملي لا فورم تاع الرقبه هذي. قلنا تنزلي في الجهه على دغوات 15 سنتيمتر وتنزلي في الجهه على غوش 17 حتى 19 على حسب الكليون تاعك واش حاب. وتبتي نبدا على بركة الله نرسمو فتحة الرقبة الجديدة تاعنا. محطينهاش فوق الدول لأنها هذه القصة هذه تكون غير في الظهر في الأمام، ما تكونش في الظهر. عرفت عليه الأمام تفصل واحد ما تفصلش مع الظهر. راح نهزو هكا ونطشو هي الرقبة الجديدة تاعنا كيف ما راح تكون لينا. اوكي على حين الدوفون، على حين الدو تبقى لينا لي مانش. راح نشوف بون لي راح نرجعو لي مانش. لي مانش هزينا قطعة قماش كيما هكا نتناها اون دو ونزيدو نتناها هاي باش نخرجو لي دو مانش مع بعضها. تجي هنا وتهزي القاعدة من الأسفل 12 سنتيمتر وتهزي من الجانب، وإن كان الميليو سون كوتور تاعك تهزي 14 سنتيمتر، ومن بعد راح ترسمي المانش تاعك على شكل ربع دائرة. انا عندي جيان باترون نرسمي هاي تحت سلسلة قص مانش تاعي
قلنا القاعدة 12 سنتيمتر والجانب بتاعنا 14 سنتيمتر. بقى هنتحصلوا على الشكل هذا. الشكل هذا نفتحوه ونحله في الوسط. وتجي هنا في الوسط وتجي لي كرونش تاعك هكا، تكوني تحصلتي على قطعتين تاع لي مونش تاعك. هاي لا مونش حنسموها مونش عنابية، لا مونش تقدر تقولي مونش كوربي لي مونش. اذا قطعة تاع الجندورة تاعنا لي مونش ديفون دو. نقول لكم كملنا تفصيل الجندارة. وصلنا قطعة القماش إلى إلى أجزاء، إلى ثلاث أجزاء خاصة بالجندارة وهي الخلف والمانش والقطعة من الأمام. وش راح نديرو بكرة؟ راح نخلق. قلنا الخلف عملنا عبارة عن قطعتين، نخيطوه نحدوه ونغلفوه إن شاء الله ونرجع لكم. بون البنات، خيطنا الظهر تاعنا، هاي الخياطة هاي في الوسط، يعني ظهر ولا لينا مكان قطعتين ولا قطعة واحدة. وركا راح نقوم بتغليف لونكولور تاع الظهر الأولى باش نتأمل منها. نهزو قطعة قماش كيما راكم تشوفوا هاي، نحطوها ونحطو الظهر تاعنا على قطعة القماش هكا، ونقومو بتغليس الرقبة باش نقوموا بتغليفها هكا باش نتهنوا من الظهر الاخرى. نحطوه الطاق ونتولهوا في الامام تاعنا، لانه الامام تاعنا راح نغلفوه وراح نركبوا له البيي، يعني لازم نتولهوا فيه واحد. اوكي هكا، تحطوا تراك خيط الظهر تحدوه، بعد تحطوا قطعه من القماش وتحطوا عليها رقبة الظهر من الخلف وتقوموا بتدريس تاعو، وبعد تخيطوه ونشوفوا كده. بون البنات، هكا نكونوا كملنا خيطنا الظهر وغلفناه، غلفنا لون كولو تاع الدور تاعنا هاهي، وحددناها ما شاء الله هاهي. هذه طريقة ترتيب التغليف هاهي. بعد ما درنا لها السلفيلاج وغسلناها غلفنا بها هاهي. هكا نكونو انهينا من الظهر، كملناه تاعي، نحطوه أباغ. دركا راح نرجعو للدوفون تاعنا، راح تهزي قطعة تاع قماش تاعك كيما هكا كاري، وتحطي عليها الخلف تاعك. تحط لها الخلف بالطريقة هذه، عفوا تحط لها الأمام تاعك بالطريقة هذه، وتقومي بتدريس نفس الطريقة هاي. عليه ندبسو باش ما تهربناش القندارة من القماش اللي تحت اللي قاعدين نبطنو بيه، وتجي القطع قد بعضها بحيث تجيب ما تجيش قطع أكثر من قطع. قوموا بخياطتها وتغليفها ونرجع لكم. بس هي كملنا تغليف الرقبة من الأمام، هنا غلفناها، عملنا لها السوفيلاج، حددناها هاهي. هذا شكل الرقبة تاعنا من الأمام، جا ما شاء الله. نحط لكم في العطابل ونوريها لكم باش تشوفوها كيف ما هي الشكل تاعها. نحط لكم الضو، نحط لكم الدوفون، تشوفوا لا ديفيرونس او الفرق ما بين رقبه الامام. باه هاهي، هذه هي لونكولور تاع الامام. قلنا منا نهبطوا 15 سنتيمتر، ومنا لمنا 17 سنتيمتر، وتجي من بالكور. هذا الشكل تاع لونكولور من الامام، هاهي الرقبه من الامام، من الخلف هاهي لونكولور سامبلون هاهي.
لكن انا عملت توسيع، هبط ما بدي سنتيمتر تهبط بروتين اخرى، شتيها شويه واسعه الدنيا تصير ما تجيش. اذا هذه لونكولوغ من الخلف وهذه لونكولوغ من الامام. درك عندنا خدمه على الرقبه من الامام وهي باش نلصقوا لها البي هذا، نحمو لافاغ نتاع الرقبه بلو بي هذا، هاو نخدمو ونرجع نوريكم. تكملت الجندره تاعنا قبيله قلت لكم نغلفوا الخلف والامام وقلت لكم طريقه التغليف. درك راح نهزوا البي ونلصقوا في اللونكولوغ تاع الامام الرقبه من الامام كما قلت لكم. راح نهزوا بيين طبقوا اون دو ونمشوه على الرقبه تاعنا من الامام من الجهه اليمنى ومن الجهه اليسرى. راح نكمل ونرجع لكم باه نشوفوا كيف هي طريقه التنفيذ. لكن هذا المره اللي فاتت قلت لكم البيي كي ظل لي باش ندخلوه ما بينه التيسيو لازم الخيط مقفول هكا بالطريقه هذه، قلنا وتكون الابره لهنا وبيد بيش لهنا ومن بعد خلاص نحمل نحطوا التيسيو ونعاود نطبقوه ونخيطوا. لكن هذه المره راح نمشوه بركا عباره عن ديكوراسيون، الوغ راح يطبق هكا اون دو تحمي البيي تاعك هكا في الوسط، تحطي هكا واحد فوق واحد كما هكا بالطريقه هذه، وتحطيه فوق الرقبة تاعك بالطريقة هذه، تفكسيه بالزيبانجل تاعك وتمشي على حسب الموديل تاعك حتى تكملي. راح نكملوه ونرجعو ليكم. سي بون كملنا لوبي تاعنا هاهو، ولصقنا في نفس الوقت الظهر، لصقنا زيبوليت، لصقنا الظهر والأمام مع بعضهم. هاي طريقة تركيب البيي، هاهي كيف ما هاي باش تكون واضحة ليكم. تحطوا البيي تاعكم قبل ما تخيطوا الظهر، تحطوه تركبوه على الموديل تاعك مع لونكولوغ تاع الأمام داير ساير على حسب لافورم. أنا هنا عندي فورم هاكا تجي على جنب. بعد ما تكمليه وتركبيه تخيطي الزيبوليت تاعك بيان باش تكون الطراف تاع البيي داخل الخياطة ما تبينش بالطريقة هذي. ومن بعد رحنا قفلنا الجندره تاعنا في الجوانب بالطريقه هذه وكملناها ومن لها السورفيلاج من تحت، معناها الجندره تاعنا راهي في الطريق تاع لافينيسيون تاعها. درك قولوا لي استاذه واش بقى، كملنا هذه الخدمه كامل كملناها واش بقى لينا؟ بقاو لينا لي مانش تاعنا ونخدموهم بالبيي. بعد ما فصلناهم درك راح نخدموهم بالبيي ساعة ومن بعد نركبوهم. نركب البيي ونرجع لكم. هكا نكونو كملنا لي مانش تاعنا، ها هما لي دو مانش، ها هو الموتيف يكون في الوسط تاع لا مانش، ها هو وهذا البيي في لو با تاع لا مانش تاعنا. هذا البيي نخدمو بالطريقة العكس، انك راح تدخلي هي تيسيو اللي وريتها لكم في الدرس السابق، انك تخيطي من الداخل ومن بعد تقلبي البيي تاعك وتدخلي ما بيكي مش تهزي بيي ديريكتومون. ها هي لا فاسون تاع الخياطة زي ما تكون. ها هكا هذا البيي، هكا لي مانش تاعنا في زوز يكونوا مخيطين ساجين محددين. دركا باه نركبوهم بركا في ال في الجندرة تاعنا. هكا نكونوا خيطنا لي مانش. بون هاي لا فورم تاع لي مانش تاعنا كيف راح تكون. هاهي هاكا كملناها. هنا بلاصاج لي كشكشة كيما نقولو دي فرانس، هادو ما سيسون دي فرانس. دي فرانس هي عبارة عن كشكشة رقيقة ديرها في لي مونش. هاي لا مونش تاني كيف راح تجي، لي دو مونش كملناهم هاهوما. دوك واش بقى لينا؟ راح نروحو نديرو سيرفيلاج من الداخل ونديرو في لي كوتي ونكفو لي مونش تاعنا هادوما لي بقاو لينا. وهكا نكونو كملنا لي مونش تاعنا خلاص. راح نشوفو واش بقينا في ديكوراسيون بركا. هاكا لي دو مونش لازم لي سورفيلاج داخلي ومن بعد هكا الكفة كامل ونحدوهم ان شاء الله. وهكا نكونو قد فينينا لي مونش تاعنا، تبقى لينا غير لا ديكوراسيون تاعنا راح نشوفوها زي ما نكملو. هكا نكونو كملنا السورفيلاج تاعنا. شوفو البنات سورفيلاج يعتبر parmi الحوايج اللي يفيلو بيهم القنادر، مش القنادر بايكا لي فيتمون تاعنا الكل لازم تكون فيهم فينيسون بالسورفيلاج. نعقبو بعد ما نكملو الخياطة تاعنا نعقبو ديما لسيرجيكاج نديرو السورفيلاج تاعنا في لوتو كومبلي. أنا وحدة من الناس نحب القنادر كي تخرج من عندي أون ديغي مشرية. ها هو السورفيلاج في لي كوتي من تحت
لي مونش بلايص كلها. درك واش بقى لينا؟ بقى لينا ان راح نجو هنا ونبدو نقلبو هكا على بعد 1 سنتيمتر هكا هاهي 1 سنتيمتر ونديرو الكفة تاعنا في لوتور كومبلي من هنا من ا جوسكا زيد. نحن هكا ماشيين ماشيين بال 1 سنتيمتر تاعنا حتى نرجعو الكوتي هذا هكا، وهكا نكونو راح نكفوها بالطريقة هذه. نكفها هكا نكونو كملنا لي مونش ركبناهم كفينا ها هو حددنا عقب نحفظ عليهم كامل الديمونش تاعنا ها هو جبت خدمة باهية ونظيفة. شوفوا البنات في لاكوتور لازم ديما تخدموا حيجة بحيجة، مش كم تزربوا باركا نخدموا نبدو كاين يسموها لا ميثود دو ترافاي. لا ميثود دو ترافاي هذي شيء تحني بعد ما تجيلي لاكوب تاعك تبدي تلصقي بشوي، وانا هو اللي عنده الاولويه. مثلا في الجندارة لصقنا الظهر، بعد درنا لاباغامونتور تاع الظهر، بعد رحنا غلفنا الامام، بعد رحنا ركبنا البيي في الامام، بعد رحنا هزينا ليمون عفوا بعد لصقنا الجون تاع لاغوب، بعد رحنا هزينا ليمونش ركبنا البيي، بعد ركبنا ليمونش حيطنيهم. معناها كاين ميثود نكملوا نخدموا بها كيما يقولوا خطوه بخطوه، مش ننزلوا بس باش نكملوا تبدي تتنطي منا اعمل هذي اعمل هذي اعمل هذي على الاخر ما تبدي حدش في لاغوب تاعك. بون كملناها حددناها سي بون دوكا نجيب لها ديكوراسيون دي بوتون ولا دي تخيط تتحط لهنا نكملوهم ونرجعو ليكم بإذن الله. بون البنات زينا لي مونش هاهوما دي بيرل تاع جوهر، دي مونش تاعنا تخوا بيرل من تخوا بيرل من وركبنا قبل لي قالون تاعنا بالشكل هذا. بون مشي باين بيان إن شاء الله دوك نلبسوها للمكا وتشوفوها. جات اون بيل غوب تري بيل غوب صحة مولاتها. ها هي ال هاهي ال لقطة اللي ماما راحت على لي بيرل لونكولور تاعنا هاهي اللي قلنا قبل انا هبطت 17 منا وعفوا انا هبطت 15 منا ومنا 17 جوسكا 19 وتجيلي لاقطة هاذي تاعك لا كورب لي مونش تاعنا لي بيل مونش لي بيل مونش هاي لا غوب هاهي وتلبسها على المكان ونرجعو نشوفها. هاهي البنات كذا ندور على المكان خليه لونكوبير نشوفو هذا شكلها لونكولور تاعنا هذا الجوهر تاعنا هذوما لي مونش هذوما لي مونش تاعنا هنا لونكولور لوتر مونش لا مونش تاعنا بيان سنتخي في لاتاي ايفازي هاهي كاملة هاهي في المنطقة تاعنا جيت ما شاء الله بالغاب نبقى ليا غير نقول لكم استودعكم الله في رعاية اترككم في رعاية الله وحفظه الى الدرس القادم ان شاء الله. لا تنسوا لايك وتفعيل الجرس لدعم القناة وليصلكم كل جديد مع تحية نانو عليا فاشن تصميم الأزياء. شكرا لكم إلى الدرس القادم.